إلى التذكير بأهم العناوين. الأمين العام لحزب الجماهير الوطنية يرأس تجمعا عشائريا في ديالى ويلبي استغاثة أسرة عراقية في قرى تبة. محافظ صلاح الدين يؤكد أن عودة أهالي العوجة مسألة وقت فقط، ويعقد اجتماعا للمسؤولين والناشطين في بلد. أهالي الشرقاط يثمنون تصميم محافظ صلاح الدين استكمال مشروعي المجاري وإكساء الطريق الرئيس وسط القضاء. وتوجه برلماني لاعتماد البيومتري خيارا وحيدا، والدوائر الانتخابية قد تقلب توازنات في جلسة السبت. شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.